والله باكي هبوني بحال هاد التعاليق، عرفتي علاش؟ حيت عارفك حبيبه ديالي كون كانت عندك 5 المليون باش تصايبيهم غادي تمشي تصايبيهم. كيضحكوني بحال هاد النوع ديال التعاليق، واخا يكون عندي فلوس الدنيا من عندها باش راسي. اوكي انا ما جيتش لعندها براسي، انا جيت باش نصايب ريفي. لحقاش ديجا حطيت لكم فيديو في اليوتيوب، قلت لكم انا فاش كنت صغيره عندها بسبعه بنت خالي. انا جيت الحمد لله الحمد لله، دوز العملية على خير وبخير. الصراحة ديال الله انا غادي نعاود لكم كيف ما درت سارة، انا غادي نمشي معكم داكشي تدريجيا وغادي نعاود لكم كل شيء، وربي شاهد عليا ما غادي نكذب عليكم في حتى شي حاجة. اقسم بالله الله يرزيني على بوي وبنتي اللي كنكسب اغلى ما عندي، ما غادي نكذب عليكم. شاو داروا لي التحاليل كيف ما قالت لكم ساره، نعاود لكم حتى انا داكشي اللي كاين. المهم جاو عندي الغرفه، انا مازال كنهضر مع الممرضات هنايا في الغرفه. انا كيسحب لي دقوا لي شي سيروم ولا شي حاجه وما دقوا لي البنج. انا مازال تنهضر تلقى التليفون ما حسيتش براسي كاع، حتى خرج لقيت راسي درت العمليه، ما عرفتش راسي بقاش درت العمليه ولا ايه. انت عليك ساره هكاك وقع لك، عرفتي ما كيخلوكش كاع تخلعي، والممرضات والطبيب مسكينه بدا اول شيء عندي الطبيب كيشوف الحاله ديال ديفي كيفاش دايره ياكو، كيشوف ليا ديفي فوالا، كيشوف الديف ديالك شنو خصو، وكتقولي له دكتور ها شنو بغيت وشنو بغيت وشنو بغيت. انا الصراحه قلت له دكتور انا ما بغيتش ديفي يجي طالع هكا، انا بغيته يبقى كيف ما هو، غير تحيد لي هذا العظم ويبقى شي شويه معاه كبير صافي، حيد لي هاد العظم هذا اللي كان هنايا ونقصوا لي من هنا شي شويه، بغيت ولا صغير على حسب هو راه كيعرف، على حسب الديف ديالك انت كتعطي الراي ديالك وهو كيشوف داكشي واش مناسب ولا لا. المهم عرفتو انا شفت التصوير النتيجه هائله ما يمكنش، سبحان الله الديف كيبقى كيبدل الوجه كامل. عرفتي فاش صورني الدكتور قابل بديك بديك تبنت جاوب لي سالي لي العمليه وصورني، راه ما يمكنش النتيجه كيف دوشي لي عافاكو بس مرة معايا وصافي. صار يقول كدير لها الممرضة هداك الشاصي فيه البرودة باش ما كيزيدش يتنفخ لك لهدا. المهم اللي بغي يقول لكم بالنسبه للناس اللي كيسولوا كيقولوا علاش كيزرقوا لك الهادو وكينفخ لك الوجه، راه نغما اللي انك راك هرستي العظم، راك حيدتي واحد العظم. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا بكاد عندهم ريف معرض ما غاديش ينتفخ لكم بحالنا، غيقطعوا لكم بشوية شويه من هنا وكيصغروا لكم الديف. اما انا وساره راح يدوا لي طال العظم، داك العظم اللي كان هكا راح يدوا لي انا، فهمتوا؟ سارة راح يدو لي طال العظم، داك العظم اللي كان هكا راح يدو لي انا، فهمتو؟ انا فرحانة والله، شكرا صوفيا حبي، شكرا الناس اللي كيسولو فيا، وان شاء الله النتيجة غادي تكون هائلة، وحنا بغيناكم تعيشوا معانا داكشي خطوة بخطوة، وتبقاو عايشين معانا وتشوفوا معانا كلشي. شوفوا هانتوما انا في الدعسة، سارة في الدعسة حدايا وحنا تنتفرجو. الممرضة هي بيتة معانا مسكينة مغربية منين؟ كازا، تحية للناس كازا، تبارك الله.